السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني، معكم زياد هادي استاذ آلة العود في معهد الدراسات الموسيقية. اشرب بكم اخواني، واليوم عندنا تمرين تقوية الاصابع والريشة، ويكون ذو سرعة على مترونوم، طبعا بعد الدوز نون آلة العود، وتحملون تطبيق المترونوم حتى تقدر معه بالسرعة تتمرن هذا التمرين مع العود ومع المترونوم اللي هو التيمبوم، معناته الإيقاع، يعني الإيقاع جدا مهم لعازف العود. أنت كيف تقوي ريشتك، كيف تقوي أصابعك من خلال هذا التمرين؟ قبل ما نبدأ التمرين أنوه لكم أنه الدورات الموسيقية 8 محاضرات شهريا، اللي يحب يشترك يتصل بالواتساب الموجود أسفل الفيديو، وإن شاء الله تحت أمركم إحنا. والدورات هي طبعا تعلم الغناء وتعلم العود، وطبعا تعلم العود وتعلم الغناء لكل جزء من عندهم إلى دورته الخاصة. يعني من تتعلم العود إلى المبتدئين شكل دروس، والمتوسط بالعزف والمتقدم، وفي الغناء أيضا. وأشرب بكم، نشوف أمامكم حاليا هذا التمرين. هذا التمرين راح يبدي العزف مالته. تلاحظون قدامكم بالتمرين بعد ما عزفناه راح يكون بالشكل التالي. من جديد نبدي بعد الخط، وبالسرعة راح يكون بعدين السطر الثاني. شكرا اخواني وتحياتي لكم، وان شاء الله نلتقيكم في درس قادم ان شاء الله. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، واي سؤال عندكم تقدرون تضيفوه بالتعليقات تحت الفيديو، واذا اي شخص من عندكم حب الاشتراك في الدورات يقدر يتصل له رقم الواتساب الموجود تحت اسفل الفيديو حتى نقدر نبدي وياه بدروس خاصة في تعلم العود او الغناء العربي. شكرا لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.